انت نفسك قلت انا عملت لها شغل استحق عليه فلوس. ما حصلش. هي لما قالت كده، وده بقى كلام الزعل، عمري ما بيبقى فيه فراغ. على فكره انا عمري ما خدت مليم من شغل الشين وقصدت، وعلى فكره ده حصل منها كتير، انه لا انت تعبت. اقول لها ده واجبي تجاه، يعني انا امي النهارده، واجبي اامنها. وده لو عملت لها شغل مثلا، اشتريت لها بيت مثلا وكذبت فيه اخد منها مكسب، لا نو واي، انا اكتر لها فلوسها ازاي؟ اول حاجه انا حتى لو ده شغل، حتى لو ده شغل، لا انا شايف انا عندي منطق تاني. لا واخد من شغلي كده، ما اشتغل واخد من شغلي. امال هي ايه اللي طلعها تقول اكلها بدقه وعيش مع راجل يبقى هو اللي بيصرف عليا؟ انا بقول لك ست لما بتغضب، هي انا شخصيا بيني وبينها بتقول كلام كتير قوي بعد الخناقه، تقول لي انا كنت بقول لك كده عشان اضايقك. الغلطه ان الكلام ده قدام ناس مش هتنسى ومش هتقبل تصلحيه. مهما صلحتيه هتقول لك اه رجعوا لبعض عشان من الحب ما قتل، رجعوا لبعض عشان هو ساحر لها، رجعوا لبعض. كلنا شفنا كده، مصر كلها شافت انه رجعوا لبعض علشان دي ناس متورطه في علاقه سامه. شفتي؟ او ده في ده في اكتر من كده اتقال، ده ساحر لها. طبعا. لا وفي ده ماسك عليها حاجات، انك رفعت سلاح على بناتها وخوفت بناتها. مثلا ده حصل. بنتها طلعت كتبت، بنتها طلعت كتبت I hate you H. مش انا H ده كان H. ولد صاحب ابو جوز. هقول لك، حتى انا لما هي كتبتها كنا انا وشيم مش مع بعض، كنا خانقين، بس انا علاقتي بيها قويه جدا. انا علاقتي بيها قويه جدا. بس انا من كتر ما انا عارفها نو واي تكون انا قصدها كده عليا. مستحيل. طب ليه شيرين توصل لحد اتهامك باتهامات مش حقيقيه واتهامات بالشكل ده؟ علشان انت قررت تمشي ما تقولش عليا. وصلت لاتهام سرقه عربيه. هي اللي جايباها بايدها واتهمتك بسرقتها. انا بقول لك الغضب يعمل اكتر من كده. عشان ما ردتش عليها في التليفون. ايوه، في حب بيقلب ارتباط مش عادي. انا مش عارفه اصدق ده. ما انا بقول لك تصدقي. انا نفسي ما كنتش مصدقه. انت فنان، اوكي، انت راس مالك جمهورك. لا بس انا طول عمري بس راس مالك جمهورك بصراحه، فهي دمرت لك راس مالك بصراحه. انت اتضربت في وسط جمهورك. لا 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 لا، حرام، ما حش حملها دي. بس انا من قبل شيرين وانا بشتغل بعمل قلم كل 8 سنين. لا انا عمري ما شفت على فكره ان المزيكا راس مالي ولا جمهوري راس مالي. ايوه بس ما كانش عمر هيبقى الناس شايله منك او زعلانه منك. اقول لك حاجه، يعني انا كست، انا كست مثلا لما اسمع انه مثلا راجل بيقول لمراته انت بقيتي تخينه، بقيتي شكلك وحش، انت ما بتعرفيش تتكلمي انجلش، انت بتقولي البي بي، انت بقيتي شبه امك، انت عامله زي امك، فتطلع تحلق شعرها. تطلع تحلق شعرها وتقول عشان حسام شايفني وحشه وانا عايزاه يفضل شايفني. على فكره اقول لك على حاجه، اقول لك على اكبر غلط انا عملته في حق الشين. ان انا عمري ما كان ليا فيها طلبات. يعني الراجل مثلا لو قال لمراته انت تخنتي هتاخد بالها، ومش هتوصل ان هي وزنها يزيد كده هتاخد بالها، لو كان بينبهها اول باول. لكن انا من كتر ما ماليش فيها طلبات ولا هي ليها فيها طلبات، تتخن، تخس، تحلو، ما تحلوش، كل الكلام ده علشان خاطر احنا ما نبهناش بعض. احنا ايه؟ ما نبهناش بعض. ما لناش. مش انا قلت لك في اول ايوه وايه اللي حصل؟ هو في علاقه زوجيه مبنيه على قصه حب، مبنيه على صداقه كبيره، هتبوظ عشان احنا تخنا؟ مع احترامي الشديد للناس، انا فكرت في حاجتين. انت همك ترضي الناس ولا همك ترضي رب الناس؟ اكيد رب الناس. انا بقى استودعت سيرتي عند ربنا. يعني لو طلعت ادافع عن نفسي ههاجمها.